إسرائيل، مهندس مصري عايش في قطر بقالي 9 سنين، وجاي تبع شركة سفرك من فوق قطر. أهلا وسهلا. بس تقول بشكل عام كيف كانت الرحلات معكم وكيف كان التعاون؟ الحمد لله الرحلة كانت كويسة جدا، وشفنا أماكن كتيرة في تركيا. أنا جيت قبل كده في تركيا بس 3 أيام بس، الرحلة دي تقريبا 3 أيام. شفنا حاجات كتير، شفنا سافانجا وبورصة، وشفنا المزارات التاريخية في اسطنبول، والأقسام والأكوارم المائية والحاجات دي والحجاب والأسماك والحاجات دي. حاجات جديدة بالنسبة لي ما شفتهاش قبل كده، فمبسوط من الأول. طبعا مراد طبعا ده من معالم تركيا. وموفقين ان شاء الله، ونتمنى نيجي معاكم رحله ثانيه باذن الله. ان شاء الله بتشرفونا.